كان من اهم اهداف رامي ربيعه بقميص النادي الاهلي، وصعد وقتها للقاء سيوي سبور الايفواري وفاز باللقب وقتها. ادي محمود متولي، بيكلم اهو كهربا محمود متولي، وهيطلع يعني فترة حوالي 40 دقيقة، فترة يمكن اهو. بصوا بقى، دي مش ملهاش دعوة بالركبة، لما بيشوف دي الخلفية اخر او الانسيرشن كده بتاع العضلة الخلفية اللي هي الهامسترنج، العضلة الخلفية للفخذ، مهم جدا هذه العضلة لعيب الكورة، هي والعضلة الأمامية الرباعية.